في حاجه طاحت على بلادنا وعلى الام ديال المدينه وام ديال كل واحد طاقات شي حاجه قولوا بسم الله ما نديروش معارضه على هادشي يعني قال بلادنا بلا فتوح دابا مدينه طنجه هي قرب للبحر وزيله هي قرب للساحل وحنا باقيين كنتخبطوا ما خصنا شي شهر نديروا شي حاجه خاطر الرئيس راه كاين شي حاجه خصها تطرح الاخوان كاملين يساهموا في هادشي المشكل ديالنا حنا ديال بحال ديال المطرح المطرح راه ما عايش تحيدو لا وكاله ولا بزاف بلد ديال تحيد بزمنو كاين المدرسه عليها تحيدو كاين شي واحد يقول لك راه نحيدو المدرسه تبز منا تحدى تما هي لا تحيدو كاين شي واحد تحدى يقول لك نحيدو هادي الاولى والغابه ديال النهضه راه كلشي كلشي طاح ساعه راه جلتي اسا الشاب سمعتيني ديال النهضه راه كلشي كلشي طاح الغابه كلها طاحت ما واش ما كيشوفوهاش الناس ديال البيت اولا كيفاش المشكل راه حتى هذيك ديال الحفره ديال الواد الحرف كيتلاح تما ما كيتلاحش في المطرح الواد ما مشوف بعيد دوز عند السياره انت موجود كلشي ملوح هذيك الزبل تما والغابه راه باب مفتوح عندنا حتى انا في المدينه حنا باب مفتوح كيما قال السيد السي مصطفى راه مخدره دايره عندنا تما تما وعاد الاغاز السامه وباب ديال الامن مفتوح عندنا تما ما كاين حتى شي يجي واحد يشوش عليه وكيما كان في النقطه الثالثه بحال اللي كنسمعوا حنا هاد مؤخرا بالله راه عاد ديرونا شي طريق ولا البنيه التحتيه والتواصل وكذا فهاد الوكالة الحضرية ما سمعنا والو كاين شي طريق لها تربط ما بين الدواوير وما بين المدينه ما كاينش ما عرفناش واش هذا الكلام سياسي ما عرفنا وخا انا شي ورقه باش عندنا طريق علاش انا ما عرفتش والو كيجيو من جمعيه تاع عارفو حنا ما نعرفوش اش كنديرو حنا وشكرا شكرا هضرو هاد اللي بغا نكون في داري وانا نهضر بالتليفون نقول له اسيدي 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 ونقعد نتبع ما نجيش نبقات على التليفونات نهضرو عام تما نعم ايوا انا نهضر لا عام التليفون نقول له سيدي دوز ثانيه واش ما كاينه هو فهم هادشي راه ماشي معقول وكيما كتجمعوا لي هاد الحساب اللي كديروا هنا في هاد الورقه هادي ثاني يجيو عندنا ويناقشوا معنا ثاني والله يصلح النقطه ديال والأعمدة والأسلاك هنا جانا نناقشوا مع السيد الله يجزيه بالخير حويوين ما عطانا حتى شرح ما عطانا والو هو حتى كثر ما واش غاديروا مجدان واش غاديروا قدام سير قاعد في تما ما قال والو ها هما الرؤساء من الدم الحفر الابار اسكت رشيد الحفر ديال الابار ماشي حفر بير حفر الابار راه بزاف ولكن هذا الحفر الابار كما قلتي قبيلات فين ما عارفينش فين خصنا نعرفو فين وهذا الميزانيه اللي درتوها هذه عرفتوها فين تحطوها هنا خصنا حنا نعرفو شحال من البير ونضربو الحساب ثاني واش ندوزوه واش نزيدوه واش نقصوه الله يهديك المساهمة للجماعة ديال الوكالة الحضارية هذه اللي ساهموا ديال تعطيو وحنا ثاني خصنا شي شوية صافي حنا شنو خصنا الميزانية صاحب الرئيس تاك تعرف يا صاحب الرئيس ما عندناش الماء صالح الشرب الشرب الماء صالح الشرب ما كايناش عندنا تما راه كتعرفي هذاك الشاطو عندي راه تما من 2010 فيه الكومات فيه الروكار فيه خصنا الماكن عصاير الماكن كاينه تما ولكن شي حاجه باش تكملوا لنا طاقه الماء صالح الشرب راه ما كايناش مدرسه ما عندناش فيها الماء صالح الشرب ما كايناش والطريق اللي كنقولوا حنا باش بحال هاد الميزانيه تعطيونا شويه ثاني عاود ديروا لنا بلاصقونا ديروا لنا من الغديره للمدينه حتى حنا ثاني عاود حنا فقراء وخصنا نندمجوا مع الحضارات وخصنا الثقافه وبزاف ديال الحاجات دابا حتى النقل المدرسي كيتهرس ما كاينش طريق ها رئيس النقل المدرسي راه ما كاينش طريق قدام كيتهرس راه ما بصاب عام ونص لك ما عندناش شكرا سي عطرابي